السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة تفوق بامتياز. في هذا الفيديو ان شاء الله اجي لكم اخر الاخبار الوزارية. كيف عودتكم دائما كنجيب لكم الجديد ديال هذا الفيديو، ان الوزارة من بعد ما عودات اكدت على التواريخ ديال الامتحانات الاشهادية، سواء ديال الاولى بكالوريا سواء ديال الثانية بكالوريا سواء ديال الناس الثالثة اعدادي ديال السادس، عاود صيفطات واحد المذكرة وزارية خاصة بالاساتذة، يعني صيفطاتها خصيصا للاساتذة. هي هذه اللي غادي نقرا معكم في هاد لا فيديو، غادي نشوفوا اشنا هو المحتوى ديالها واشنو الجديد اللي كاين في هاد المذكرة هذه. هاد المذكرة هادي كتهضر على تدبير المرحلة النهائية ديال هاد الموسم الدراسي، يعني اشنو غادي يخدموا معكم الاساتذة واشنو غادي يوقع في هاد الفترة اللي بقات بما دوسوا الامتحانات ديالكم. نبداو على بركة الله. وبعد ففي إطار الإجراءات المواكبة لقرارات الوزارة بإجراء الامتحانات الإشهادية حسب التواريخ المعلن عنها في البلاغ الإخباري ليومه الاثنين 19 أبريل 2021، يعني داك البلاغ اللي قرينا اللي الوزارة حدات لنا فيه التواريخ ديال امتى غيدوزو الناس تاع السيزيام آداب، الناس تاع السيزيام علوم، يعني فيه كل شيء، هو اللي كنت شرحت لكم في الفيديو السابق. نكملوا القراءة ديال هذا البلاغ هذا. وضمانا لمبدئي الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين على الصعيد الوطني، ولتجاوز ما قد تسببه التفاوتات في إنجاز المقررات الدراسية الناتجة عما فرضته ظروف الجائحة، فقد تقرر اعتماد أطر مرجعية محينة في إعداد مواضيع كل من الامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية، والامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي، والامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا الخاص بالمترشحين الممدرسين، والامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. يعني الوزاره قالت انها عارفاكم انكم يعني كاين ما كملتوش الدروس ديالكم، وكاين جهات مثلا اللي واصلين لواحد الدرس وواحد الجهه اخرى ما باقي ما داروش داك الدرس، داكشي علاش قررت انها غادي تخرج لنا في البدايه ديال الشهر 5 غتخرج لنا الاطر المرجعيه باش تعرفوا الدروس اللي عندكم في الامتحانات الجهويه والوطنيه. كما تقرر أيضا تخصيص الفترة التي تلي العودة إلى الفصول الدراسية بعد نهاية العطلة البينية الرابعة والأخيرة بتاريخ 17 ماي 2021 لتنظيم حصص الدعم التربوي اللازم لمعالجة التعثرات وللتحضير الجيد للامتحانات، وذلك من خلال مختلف الأنماط التربوية التي تم اعتمادها لمواجهة تفشي جائحة كوفيد عبر الدراسة الحضورية ومختلف المنصات الرقمية والقنوات التلفزية وباقي الوسائل التي تم وضعها رهن إشارة المتعلمات والمتعلمين بمختلف مناطق المملكة. يعني من وراء العيد عيد الفطر إن شاء الله ملي غادي تدخلوا غادي الأساتذة يديروا معكم حصص ديال الدعم كيف كتقول الوزارة باش يراجعوا معكم جميع الدروس اللي عندكم في الامتحان الجهوي، وغادي تعتمدوا حتى على هاد في الدروس ديال الدعم غتعتمدوا حتى على القنوات التلفزيه، غتلقاو فيها اساتذه كيشرحوا التعليم عن بعد، يعني غتبقاو خدامين حتى مع الاستاذ يدير معكم الدعم في الواتساب، وهادو الانماط ديال الدعم اللي غادي يكونوا. هادشي هذا هو الخلاصه والمحتوى ديال هاد البلاغ الاخباري، يعني الوزاره اشنو قالت، قالت الاساتذه يديروا معكم الدعم من وراء العطله ديال عيد الفطر، وغادي نتسناو حنا فارغ الصبر صدور ديال الاطار المرجعي لعل وعسى انه يكون فيه شي حاجه اللي غادي تفرح ويزيدوا ونقصوا الدروس عليكم شويه باش اموا تلقاو الوقت فين تراجعوا داكشي ديال الدوره الاولى. كنتمنى التوفيق للجميع، والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله والى معلومه جديده. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.